السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تالتة، وصلنا لقصة ملك سدريم، أحلام ملك. تعالوا نشوف الكلمات اللي موجودة معانا وبعد كده نحكي القصة. معانا كلمة التدريس teaching، أكبر سنا older، أفضل better، سماعة أذن hearing aid، ماهر clever، قراءة حركة شفاه lip reading، يبين أو يوضح show، يعمل بجد work hard، جامعة university، awesome deep، يتعلم learn، لغة الإشارة sign language، عندي هنا جي سايلنت. كيف حالك؟ how are you، كل واحد everyone، ينهي finish، فخور proud، نادي club، يعتقد think، متعة fun، استمتعي بيومك have a good day. characters يعني شخصيات اللي معانا. معانا ملك و special teacher يعني مدرسة مميزة special teacher، ملك's mom مامة ملك، hearing children أطفال بيسمعوا، deaf children أطفال أسمع. طيب تعالوا كده نشوف بقى القصة بتاعتنا بتقول إيه. This is ملك، هذه ملك. She loves teaching، هي بتحب التدريس. She wants to be a teacher when she is older، هي نفسها تبقى مدرسة لما تكبر. This is ملك. She loves teaching. She wants to be a teacher when she is older. ملك can't hear well. ملك مش بتعرف تسمع كويس. She wears a hearing aid that helps her to hear better. هي بتلبس سماعة أذن بتساعدها إن هي تسمع كويس. Sometimes ملك feels sad because some children can't understand her. أحياناً ملك بتبقى بتشعر بالحزن لأن في بعض الأطفال مش بيعرفوا يفهموها. She wants to be a teacher، وهي نفسها تطلع مدرسة. She can help people understand، هي تقدر تساعد الناس إن هم يفهموا، يعني الظهر كده بتعرف تشرح كويس، عندها موهبة يعني الشرح، فهي نفسها تطلع مدرسة. ملك goes to a special teacher، ملك راحت للمعلمة الخاصة بتاعتها، يعني المعلمة المفضلة لديها أو المعلمة اللي هي بتحبها. The teacher shows ملك how to read lips، المدرسة علمتها إزاي تقرأ حركات الشفايف اللي هي يعني كيفية قراءة الشفايف. Now ملك can see what people say، دلوقتي ملك بقت تعرف الناس بتقول إيه. ملك is very kind and likes playing games with her friends، ملك لطيفة جدا وبتحب تلعب ألعاب مع أصحابها. She talks to them، تحب تتكلم معهم كمان. They can understand her because they learned sign language، هما دلوقتي عرفوا يتعاملوا معاها عشان هما متعلمين يعني الإشارة اللي هي لغة الإشارة. ملك talks to her mom، ملك كلمت مامتها قالت لها I want to be a teacher when I am older، أنا نفسي أطلع مدرسة لما أكبر. Her mom says you can work hard، مامتها قالت لها إن أنت لازم تعملي بجد. You can go to university to be a teacher، وأنت ساعتها تقدري تدخلي الجامعة وتبقي مدرسة. You are very clever، أنت شطرة جدا. You can help deaf children، وهتقدري تساعدي الأطفال الأصماء.
You can help all children to understand each other. انت هتساعدي كل الأطفال إن هم يفهموا بعض. She can say hello in sign language. هي اتعلمت ازاي تقول hello بلغة الإشارة. She can ask how are you in sign language. وكمان سألت ازاي تقول كيف حالك بلغة الإشارة. She learns how to say many things. وتعلمت ان هي تقول مجموعة من الأشياء. She talks to deaf people. هي اتكلمت مع الناس الصم. Her friends like sign language. وصحابها بيحبوا لغة الإشارة. Malak's friends want to learn sign language. وأصحابها طلبوا منها أنهم يتعلموا لغة الإشارة. They say to Malak, please teach us some sign language. هم قالوا الملك من فضلك علمينا لغة الإشارة. Malak and her friend sign to each other. Malak وصحابها بيعلموا بعض. Everyone can talk and they can use sign language. كل واحد بيقدر يتكلم واستطاعوا ان هم يستخدموا لغة الإشارة. Malak finishes university and she is very happy and proud. Malak كبرت وخلصت الجامعة بتاعتها و هي كانت سعيدة وفخورة جدا بنفسها. أكيد طبعا حققت الحلم اللي هي بتتمناه. ميس ملك خلاص بقى مش هنقول ملك، هنقول ميس ملك. كبرت وبقت مدرسة وحققت حلمها فهنقول ميس ملك. ميس ملك is now a teacher at a club after school. أستاذة ملك دلوقتي بقت مدرسة في نادي بعد المدرسة. Some of the children can hear, some can't hear well, and some of the children are deaf. الأطفال اللي هي بتعلمهم في بيسمعوا ضعيف وفي some مش بيسمعوا خالص. She uses sign language to talk to the deaf children. هي استخدمت لغة الإشارة عشان تقدر تتكلم مع الأطفال الصم. The hearing children watch Miss Malak singing with the deaf children signing with the deaf children. الأطفال اللي بيسمعوا كانوا بيتفرجوا على Miss Malak وهي بتشاور وبتعلم، يعني بتشاور للأطفال الصم. They see the sign language. هم شافوا لغة الإشارة، يعني حركات إيديها بتعمل بتتكلم بإيديها إزاي. They think it's great fun. هم اعتقدوا ان دي حاجة يعني مريحة كده وحاجة ممتعة يعني جدا. They say to Miss Malak, can we learn sign language? حسوا ان طريقة ممتعة فطلبوا من Miss Malak ان هي تعلمهم لغة الإشارة. Miss Malak is very happy and excited. هي كانت سعيدة جدا بيهم وكانت متحمسة ان هي تعلمهم طبعا. She teaches the hearing children some sign language. علمت الأطفال اللي هم بيسمعوا علمتهم لغة الإشارة. When the children come to the after school club they say sign hello, how are you and have a good day to Miss Malak. عندما أتى الأطفال إلى النادي بعد المدرسة بيشاوروا لميس ملك وبالإشارة بقى قالوا لها أهلا وكيف حالك واستمتعي بوقتك. All the children speak and sign to each other in the club. وكل الأطفال اللي بيسمعوا والصم قعدوا يشاوروا البعض ويتكلموا مع بعض بلغة الإشارة. The hearing children sign to the deaf children. أطفال اللي هما بيسمعوا كانوا بيستخدموا لغة الإشارة مع الأطفال الصم. They play together ولعبوا مع بعض. All the children are very happy and they have many friends. وهم قعدوا يلعبوا مع بعض وكانوا سعداء وبقى عندهم أصدقاء كتير. ملك says be happy and help others. قالوهم كونوا سعداء وساعدوا الآخرين. People can learn to talk with each other. الناس تقدر تتكلم مع بعضها البعض.
سواء كان بالكلام أو بلغة الإشارة. ودي كانت قصة ملك أو حلم ملك. تعالوا بقى نشوف الأكتيفيتيز. عندي هنا مجموعة من الأنشطة. Number one, read and choose. هنختار Number one, ملك wants to be a teacher. هي كان نفسها تطلع مدرسة. She wears, هي لابسة إيه؟ Hearing aid, لابسة سماعة أذن. The teacher shows Malak how to read lips. يعني المدرسة بتاعتها علمتها إزاي تقرأ لغة الشفايف. Malak learned sign language. هي تعلمت لغة الإشارة sign language. طيب هنا عندي read and match. هنوصل number one. Malak can go to university. عندي Malak هنا استطاعت أن تذهب إلى الجامعة to be a teacher لكي تكون معلمة. Malak speaks to all the people. ملك اتكلمت مع كل الناس الصم. ملك's friends wanted to learn sign language. يعني أصدقاء ملك استطاعوا أن هم يتعلموا لغة الإشارة. ملك is very happy and proud. هي كانت سعيدة وفخورة. طيب هنا question number 3, read and complete. Children deaf club well language. هنحط الكلمات دي في مكانها الصحيح. Miss Malak is now a teacher at a club after school. هي بقت مدرسة في نادي بعد المدرسة. Some of the children can hear, some can't hear well, and some of the children are deaf. بعض الأطفال كانوا بيسمعوا، البعض الآخر يعني سمعوا شوية كده قليل، والبعض الآخر كان صم. She uses sign language to talk to the deaf children. هي استخدمت لغة الإشارة لكي تتحدث مع الأطفال الصم. طيب عندي هنا صورة بتقول ملك wears a hearing aid. لابسة سماعة أذن. She is sad. هي زعلانة. عندي واحدة هنا نسيناها. She goes to special nurse ولا she's go to special teacher. لا طبعا راحت للمدرسة بتاعتها الخاصة. She wants to be a teacher. هي نفسها تطلع مدرسة. طيب هنا بقى look order and number. هو عايزني ارتب القصة. اول حاجة هي راحت للمدرسة بتاعتها واتعلمت لغة الاشارة، بعد كده كبرت وبقت معلمة، بعد كده هنا الصورة دي كانت بتتعلم، يعني بتحاول ان هي تتعلم. وعندي كمان هنا رقم 5 بتعلم الاطفال لغة الاشارة، ورقم 6 خلاص بقى كبرت وتعلمت لغة الاشارة. انتوا رتبوها من الصور هتفهموها اكتر. كده خلصنا المنهج، فاضل لنا بس فيديو واحد اللي هو هنحل بقى مجموعة الامتحانات اللي في الاخر دي كده، عشان يبقى كده خلصنا الكتاب ايه زي ما بنقول من الجلدة للجلدة، خلصناه كامل ان شاء الله. فاضل فيديو واحد بس هنجمع فيه الامتحانات، واشوفكم على خير الترم التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.